حين تكون الحرب بلا هوية تكون النتائج بلا شك كارثية على الأرض والإنسان والعوامل المشتركة بينهما. هذا ما لمسناه من واقع حرب ميليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز، والتي لا زالت آثارها حتى الآن تملأ المنازل والأحياء والمنشآت، وغصصها تعصر قلب كل فرد وأسرة على طول المدينة وعرضها. مثل موقع قلعة القاهرة الجغرافي والاستراتيجي مصدر جذب للسكان الذين أسسوا لهم مجتمعات بجوارها ومن مختلف الجهات، حتى وصل بالكثيرين إلى بناء مساكنهم بشكل ملامس لأسوارها، وظلوا يتعايشون بأمان وسلام إلى أن قدمت ميليشيا الإنقلاب واستقرت في القلعة التي بدورها سعت لزعزعة أمنهم وسكينتهم بممارسات استفزازية وتصرفات لا أخلاقية. إذا تم القبض على أحد أبناء المنطقة اشتبهوا بكونه مع المقاومة أو مقاتل مع المقاومة، كان يتم التعيق معه وسجنه في القلعة نفسه. تتعامل مع السكان المجاورين كما تتعامل مع جميع أبناء تعز باحتقار وغطرسه، لا يهمها حياة صغير أو كبير، يهمها قامت مشروعها السلالي الكهنوتي وفرضه على أبناء تعز وعلى الجمهورية اليمنية بشكل عام. لا ضير عندها في إهانة شاب أو شيخ أو ماشية أو هذا، يهمها البقاء والوجود والهيمنة. إذا مثلا اختلف اثنان في المنطقة مثلا على منافس بيت أو كذا كذا، فكان الناس يقولون انه ما فيش دوله، بعض الله يقول لك انا بروح اتحكم عند قائد القلعه عند الحوثه، وينزل ومثلا ينزل معه 4 أو 5 أفراد، فكانوا بطريقه همجيه طبعا، حتى انه في شخص اختلف مع شخص وطلع اشتكبه عند الحوثه، فانا يعني من هناك هذاك يضرب على هذاك، نزلوا من القلعه يضربوا على من القناص يضرب على البيت. حولت ميليشيا الإنقلاب قلعة القاهرة من مصدر أمن وسلام إلى مصدر رعب للمناطق والأحياء المجاورة بشكل خاص والمدينة بشكل عام، وبلغ ذلك الرعب ذروته حين تم قصف القلعة من قبل طيران التحالف العربي دون سابق إنذار، حدث عاش السكان خلاله أحداثا مروعة وتفاصيل متداخلة. ليلة ما قصفت القلعة اليوم التالي المنطقة أصبحت خاوية على عروشها، لأن الناس بيوتهم ملتصقة بالقلعة، تضرروا كثيرا من ضغط هواء الصواريخ، صواريخ الطيران الحربي كانت تنخلع نوافذ البيوت، تنخلع للداخل، الأبواب تنخلع تروح، الشظايا المرتدة من أثر القصف الطيران على المنطقة راحت كثير من خزانات المياه على أسطوح المنازل، تأثرت كثير من البيوت. أنا وحدي زعق لما ما بش من غلا علي بتطلع دميها بدل واحد فواحد وأنا الحالي يا الله غلا علي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا الله إلا درك الطعن شقارحه
تانك طالع مكسرين مع ناس تانك هكا نزلوا حشر وصار المغطي عند بيت النوبي يا لي احمد مهيب الله يقبلك كل خير يا جاحتني وحلي انا لصح كبير البحر واني اموت عنه انت سف من كل خلاص قلنا يا رب انت احبر على عيشتنا وعلى اعمارنا والله يهلكهم الله يشتهم بجيبه اساله ودعوه شتتوا بنا جزعوا جهالي جزعوا نسوا عيالي والله ما خلوا لي حتى حاجه خرجت النساء والاطفال الساعه الثالثه فجرا وقت القصف يعني عند اول صاروخ وكان في كان يوجد خبر انه سيتم قصف قلعه القاهره سيتم قصف قلعه القاهره لذلك كان الناس متخوفين وعند اول صاروخ ضرب القاهره خرجت النساء والاطفال بملابسهم بدون التستر حتى يعني هروبا من منازلهم خرجوا للوادي يمشوا كذا بالوادي حتى انه الثلاث صواريخ الاخيره التي ضربت بعد الصاروخ الاول تضرب والناس بازقه الحاره يهربوا من منازلهم دفعت هذه الحادثة جميع السكان القاطنين بمحيط القلعة إلى المغادرة بشكل إجباري والنفاذ بأرواحهم تاركين كل شيء وراءهم وأصبحت تلك الأماكن خالية على عروشها عدا من العناصر الميليشياوية التي ظلت تسرح وتمرح وتعبث بأفياء المكان الناس كلهم نزحوا تاركين بيوتهم اكثر يعني بيوتهم حتى مفتوحه بدون اغلاق حتى انه البعض راحوا وتركوا الماشيه بعض اللي يربون الماشيه تركوها تركوا كل شيء وراحوا خلاص يعني كان المعنى انه نفسي لم يفكروا الناس في حين بمالهم او بحيواناتهم او باي شيء كان كل شخص يهم انه ينجو بنفسه وباطفاله قال الله هربنا برواحنا ولا شلنا حاجة شليتوا بناتي والله حافيات والله نجحت التوان نجحتته ما شليتوش حتى الصنادل حقهن يلا هربنا برواحنا عاد احنا ندور حاجة نشلها ما شليناش حتى التلفون والله ما شليته والله نجد عن بطر وصل القدم بقع قالوا نسني من القد نسكرم نزحوا لك لاعب نسلاحوا القاعدة نسلاحوا الجمنانس افترقوا ما كانش بالخط علي ما حد يقول لا اله الا الله وانا يقول لي اسحب القاعده معهم اسحب اب معهم وليش اروح يا اخواني اروح اتسلف واتدين واستاجر وانا ليش معي بيتي حياتي ببيتي مت ببيتي شريف لا لي من احد بالله عليك يجي واحد يقول اخرج من بيتك صلاش هذا الكلام بقاتلوا لما أخذ نفس مني لم تكتفي الميليشيا بالتسبب بتهجير السكان بل قادها عبثها إلى تبني سياسة ردة فعل جراء القصف الجوي تمثل بتصعيد عملياتها العسكرية وشنت حملة قصف متواصل على الأماكن المحيطة بها حتى وسط المدينة أمر استدعى ردة فعل حقيقية من أبناء المدينة كان نتاجها تحرك فعلي أجبرت على إثره الميليشيا الخروج من القلعة ومحيطها بشكل نهائي كانت عملية تحرير القلعة بعد ما فرضت القلعة الهيمنة العسكرية على المدينة أصبحت من لزام على المقاومة الشعبية وعلى قادة المقاومة وعلى أفراد المقاومة وعلى جميع أبناء تعز أن تفكر مليا في إزاحة هذا الكابوس من المتواجد في قلعة القاهرة التي يهدد أمنهم وكيانهم ليلا ونهارا فكان مجلس تنسيق المقاومة آنذاك أجمعوا على توجه بالأفراد والكتائب وكل من يحمل السلاح في مدينة تعز للذود عن المدينة باتجاه القلعة متزامنا في ضمن خطة عسكرية أفراد جزء من الأفراد انتقل إلى الأمن السياسي وجزء أفراد من المحافظة يعني في إطار عملية شاملة كانت تعتبر آنذاك ترفع كاهل الحصار المفروض على قلب المدينة
أجبرنا على ذلك إجبارا، لم نرغب بحمل السلاح، ولم تكن مدينة تعز ترغب بحمل السلاح، كانت مدينة العلم والثقافة. اضطرينا إلى ترك المجامعات وترك المدارس وأقل القيام بواجبنا بالدفاع عن أرضنا وكرامتنا وحريتنا وأنتمائنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، لأن الأمر لا يتعلق بشخص أو بفئة أو بطائفة أو بمجموعة، الأمر يتعلق بوجود بقاء ومستقبل بلاد اليمن ومستقبل أبنائها. شعرت ميليشيا الانقلاب بمدى الانكسار جراء اندحارها من قلعة القاهرة، وقامت بشن عملية قصف انتقامية بشكل عشوائي بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، فكانت بمثابة الضرر الأكبر الذي قضى على ما تبقى من محتويات القلعة وإرثها التاريخي. تفاجأنا أنه بعد خروج الميليشيات الحوثية بدأوا باستهداف القلعة بشكل مخيف، يعني من تبت السلال، من القصر الجمهوري، من أماكن متواجدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وجعلت تمطرها دائما القلعة. تم استهداف أو محو ما تبقى من المتحف من القلعة، تم استهداف الأبراج الحراسة، تم استهداف البوابة الرئيسية للقلعة، تم استهداف المبنى الجملون، تم استهداف المباني المطلة على الواجهة الشرقية، يعني لم يتبقى. إذا صعدت إلى قلعة القاهرة سوف تجد مأساة قلعة القاهرة أو حصن القلعة في تل القلعة هو عبارة عن مخلفات ياجور وأحجار وأتربة وأخشاب، لم يتبقى منها شيء، دمار كامل شامل. عندما اندحرت الميليشيا من القلعة استبشر الناس خيرا، وبدأت الأسر تعود إلى منازلها التي ما إن عادت إليها حتى كانت على موعد مع قذائف الموت الميليشياوي التي انهالت على منازلهم وبشكل جنوني، مخلفة وراءها تركة هائلة من الدمار والخراب في كل الأماكن. كان الناس قد بدأ بعضهم عاد إلى منازل، طبعا من بعد ضرب الصواريخ الطيران هذا البعض من الأهالي إلى منازلهم، وقد كان ما يقارب نص الحارة متواجد. فقامت الميليشيا بإمطار المنطقة بالقذائف، وكذا بقذائف الكتيوشيا والهون. فمثل ما قلت لك، في ليلة واحدة أكثر من 40 قذيفة على المنازل، الأحواش، السطوح، المنازل تأثرت، كثير من المنازل راح ضحية هذا العمل الانتقامي، شهيدين علينا من نفس المنطقة أصيبوا بضرب مباشر بقذائف الهون. أكثر من 15 منزل أو 20 منزل الذي أصيبوا إصابات، أصيبت هذه المنازل بإصابات مباشرة بقذائف الهون أو الكتيوشا. باب الصاروخ بينك والصاروخ الثاني والصاروخ الثالث، إذا هم يردوا بعدين ما يردوش عليها، يردوا علينا نحن على المواطنين. ضرب دافع، صواريخ كاتوشا، قذائف هوان، كل اللي عندنا هنا لقب القاعدة، ربك يسلم. ماذا نبلغ فيك؟ أول جاء بالصبح، أول جاء بالصبح لما تعب الهزاء، ونونا نفخ الطاقة في، وقال كان عتورة بلفق لفق عبد الهزاء، وحن صرخ وجزع لرسله، وني ما كان يصابري، قال عبد الله ادخلي كما هم تجعوني، قال ربي من ربك ما وصل اصلا الدرجة الا وحنن، لبت هذا ولبت عبادي، قلت ابو احنا قاني متشقله، والله اني متشقله ابو احنا، انا والله كيف شعمل اتقل مسكك حرمنا، كان قال عصبي جرف رجمك اكا انني جرف مني ورجمك وكلقا وحتى احنا هذي انا نرجع الا هو هزي هزر عشاء لما قاهم لعينا ما تشغل، ها استهطبت لفوقي ساوهي ما شاء الله يضبطي مع عادي جديدي،
اهتز هزه وين علي ربي من شغل علي من شغل سلتس عليك ولا لا الا وجه الله. وحالتنا حال احنا والصواريخ واحنا جامدين وراقدين قلنا ما نزل من السماء استلقبت الارض. اذا كتب الله لنا بالموت في بيوتنا اهلا وسهلا. ان ربك استرخ علي المطبخ استرخت علي الحجره من الصواريخ هذه حقها الحوته الكلاب اللي مداعين بسهم نصر الله الا بنصر الله كبت المؤمنين. أين نصر الله تقتل لك المسلمين؟ قصص مؤلمة وأحداث متداخلة تركتها ميليشيا الحوثي وصالح في قلعة القاهرة ومحيطها ضحايا كثر وأوجاع لا زالت ترمي بظلالها على واقع الكثير من الأسر. الحاج عبد الله راشد أحد الشواهد الحية على ذلك الجرم الميليشياوي الذي أفقده قدمه وخطف عليه روح فلذات كبده وسرق منه روح شريكة حياته بتفاصيل مأساوية ووقائع مختلفة. في صاروخ ضرب للسائلة هذه ونحن هاربين أجيت لهذا المكان قال قع علي اقترح من هنا ومن هنا قالوا هذه غرغرية خلاص ساعته والله أسعد نفسي اليوم الثالث قالوا غرغرية بكري وأنا بخير سليم أدخل وأخرج وأطبع وأنزل قدامك كيف هو رجله فتورة من هنا ويعني من السكر والضغط والقلب عنده كل شيء بعد ما راح أمي وهم ملتي من البجعة والخوف والبجعة والخوف والبجعة والخوف قشلنا وماتا ده عندنا وبناجي هربين ما أعلم بحليل الله سبحانه وتعالى فجأة وعدي ما بزومين لقرية سنحق فجأة ودي هذه ودعب الزمي لا بس في الدواري قال ابن تشتي لا عملية تصليح خلاص عندها كم جسد الجمهور مرة في الشجر فشك أنا صيح من جسر من كثف الجاية والقهر والباطل خلاص فخخ النفس حقي رحلة الله رحمه عملنا مع دلبز التعيل ضحت معنا بكل شيء وهذه سبب الحيوط الذي ودعنا إلى هذا التالوكة هذا والله أنه كان إبن راقد هذا كان مقيس سامر أبي جمنا من النقطة دخل سمع قذف جاء لرصده قال شي غير وعادوا حلف وحسن بمغربه طلع قالبه الساعة 12 بالليل أبلغوا نحن انه اخوك الشهيد لانه ما عرفش يخرج لانه وصلوا 4 صواريخ اول صاروخ البيت اللي قدام اللي فوق بلقيها بقدوها بالشارع الشارع الرئيسي والصاروخ الثاني البيت صالح وسمع صوت نسوان صيحين يقولين انقذوا احنا انقذوا احنا انقذوا احنا طلع جرين سنقذهن والصاروخ الثالث وصل الى الشارع الرئيسي على طول ابلغوا احنا اخوك مصيب أجينا لفينا من الشارع والمحق والهذا بالقاع حرام والله من جابك وما جيت إلا بقدرته ما كنت إلا باح عاد المعوز إلا ومشي عرطوط زي ما خلقنا ربي عادوا كان يبلي حاجة يأكلنا يا الله يرحمه لو وصلت عليك بالليل بالليل الساعة وعدك إبلة ما حد بيرين بعدها قم يا بسام أبني بلا شد لله ومن نفسي بيده إنه كان يطير إنه يكون يمكن طائرة ما يمشي برجله ثواني وعندي الله يرحمه ويزكي ابني الصغير هذا اللي توفي عليه تسموه متعق الصواريخ كضمين عليه وقالوا قوم ميت نصطبح هنا كنت دبت بي وربيتي أدخل قوم ميت خرج دم من أخره من كثرة التسمومات
هذه هي الصورة الكاملة التي رسمتها ميليشيا الإنقلاب لقلعة القاهرة في مدينة تعز، وإعادتها إلى مكانتها ليس بالأمر السهل، فكل معالمها أصبحت ركاماً، وتحت الركام اندفن تاريخ أمة ومقومات حضارة عريقة. لقد انفصلت الأبنية، الجدران عن الأسطح، التشققات في كل مكان، لم يبقى فيها شيء، حتى المتحف أزيل تماماً. كما ترى، يعني إذا قمت بالتحليق في قلعة القاهرة ستجد يعني ما لا يسرك، لم يبقى فيها أي شيء. يعني نريد إعادة بناء أو تجديد لقلعة القاهرة كاملة، وليس بالسهل، دمرت بشكل كامل. نتذكر أن كان يوجد لدينا ما نباهي به بين العالم العربي من متاحف ومن مقتنيات ومن أشياء أثرية وتاريخية ثمينة تدل على حضارتنا وعلى إرثنا وعلى ماضينا وعلى عراقتنا، أصبحت في مهب الرياح واندثرت بفعل وجود الميليشيات التي انتقمت من ماضي وحاضر ومستقبل تعز. مشروع تدميري كبير وكبير جدا تبنته الميليشيا الإنقلابية في مدينة تعز، طال أثره التاريخ بماضيه والأرض بحاضرها والإنسان بمستقبله، وبتكلفة باهظة جداً.